حياك الله، شلون الصحة؟ قواك الله يا حبيبي. حياك الله، من وين؟ أنا من محافظة ميسان، مدينة العمارة. شنو اللي تتمناه جنابك؟ شو تتمنى كعراقي؟ والله أنا كعراقيين، إحنا كنا هسه متوجه الأنظار على ما يصدر من سماحة السيد السيد القائد مقتدى الصدر. أكيد نتمنى التغيير على يد سماحة السيد، وأكو شيء إن شاء الله يفرح الشعب العراقي. إن شاء الله نتأملين خير إن شاء الله. إن شاء الله نتأمل. هو سماحة السيد ما عنده شيء مو خير، نتعرف هو يعني تنازل على 73 مقعد في سبيل إنه ينجح هذا المشروع. عجلة البلد. ولا إذا تتوقف كل شيء يتوقف، راح عجلة الحياة، تشكيل الحكومة. إن شاء الله أكو جديد. سؤال بعيد عن السياسة وبعيد عن تفضل. كل شيء. اليوم الشاب يريد يتزوج، أكيد سهل الزواج عليه ولا؟ والله حسب. اليوم أغلبية شباب خطية ما تمتلك فد معاش يمكنها من الزواج. واحد من الناس أنا داعيك يعني. ما متزوج؟ أنا لحد الآن ما متزوج، بس أنا الحمد لله وشكر هسه عن قريب يعني تعينت. وإن شاء الله. عن قريب تلقى مرة إن شاء الله. إن شاء الله ما لاقي الوحدة. ما لاقي. نشوف لك إحنا من وياك. والله يا ريت. اللهم ارزقك وانت حلال. الله يطلع على والدك إن شاء الله، توفيق لكل شاب عراقي. إن شاء الله. إن شاء الله يعيشون على إيد السماحة السيد. على ايد الاصلاح ان شاء الله يصير تغيير بهذا البلد. مليانه والله بصراحه، مليانه. تحياتنا للعماره، رحمه الله على والديك. ان شاء الله تجون هناك ونضيفكم والله خدمتكم. والله العماره باخواتها جايه ان شاء الله. والله ان شاء الله لاهل بغداد وباب الحوايج موسى بن جعفر، بغداد كلها مفتوحه للعماره. رحمه الله على والديك، يبارك بكم ان شاء الله. سولف لي اكو بقعدكم بعد هوايه. والله الباك هسه انقرض لانه الماي شويه جف. وها اي والله جيد. اي بس عندنا حرمس. هذا الحرمس مو حرمس، احنا نسميه حرمس بالعماره. وش اسمه؟ هو حرمس. حرمس بالسين. اي بعض يسمونه برغش. برغش. اي انتم بغداد يسمونه برغش، ما نسميه حرمس. انا سمعت المسامع. اي هذول اللي الهور يسمونه. هناك موافق يا حبيبي. 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 حبيبي.